بسم الله، درسنا النهاردة بعنوان My Family يعني أسرتي، يعني هتعرف فيها على أفراد الأسرة. فعندي مثلا Mother يعني أم، Father يعني أب، Brother يعني أخ، وSister يعني أخت. طب لما هاجي أشاور عليهم أو أعرفهم لحد هقول This is my father، This is my mother، This is my brother، This is my sister، This is my family. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة، يا رب تكونوا فهمتوه. شاركوا معانا وورونا إبداعاتكم على الويب سايت نفهم نتعلم ببساطة.